ربه صبقه. السماء والأرض مملوءة من مجدك، اسمك يتغنى يا مليك الدور السرمدي، يسوع المسيح الإله الحكيم الوحيد. اسمك يتغنى يا مليك الدور السرمدي، يسوع المسيح الإله الحكيم الوحيد. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءة من مجدك. هاليلويا، اسمك يتغنى بالعز والجمال في خبزك، الكل يقول مجدًا وإكرامًا لك. اسمك يتغنى بالعز والجمال في خبزك، الكل يقول مجدًا وإكرامًا لك. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءة من مجدك. السماء والأرض مملوءتان من مجده، بيتك كمان يتملي من مجده، حياتك تتملي من مجده، أفكارك تتملي من مجده، مشاعرك تتملي من مجده. وانت بتسبح الرب معانا النهاردة واحنا بنتكلم في موضوع من أهم المواضيع اللي موجودة واللي محتاجينها في الأيام دي، وهي ثمار الروح القدس. هنتكلم عن الثلاث ثمار المعروفة المحفوظة لنا، الأولانية فرح والمحبة والسلام. والنهاردة ودلوقتي احنا بنتكلم عن الفرح. مين فينا مش محتاج الفرح؟ كلنا محتاجين نفرح. ابتدي معاكم بعدد في سفر إشعياء كلنا حافظينه، 61، سفر إشعياء 61 من عدد 10، بيقول الكلمات دي: فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يزين بعمامة ومثل عروس تزين بحليها. النهاردة أنت محتاج الفرح ومحتاج تفرح. مش بس محتاج تفرح فرحة بسيطة في ترنيمة أو في اجتماع، أو مش محتاجين بس مجرد نفرح فرحة بامتلاكنا لشيء، لكن احنا محتاجين نفرح فرح يدوم معانا يكمل معانا في الأيام اللي احنا فيها. احنا محتاجين نفرح في الأيام اللي احنا مش عارفين نعمل فيها ايه، احنا محتاجين نفرح. والعالم عنده فرح، أيوة العالم عنده فرح، بس فرحه مش دايم، ما بيقعدش الوقت. يعني مثلا نفسك تجيب حاجة، ولو ربك أكرمك وجبتها، بعد ما بتجيبها يوم والتاني الفرحة ما بتكملش، خلاص بتبقى حاجة عادية. لكن فرح الرب لما يفرحك فرحه يدوم، فرحه يكمل، فرحه يكمل معاك حتى لو ما قدرتش، أو في مصاعب كتير، أو في ظروف كتير، أو في وقت زي اللي احنا فيه دلوقتي ده، زي اللي احنا عايشينه، وقت صعب. لكن يقول كده في رسالة يعقوب: احسبوه كل فرح يا إخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعة. هو مش بيقولك بس افرح كل حين، بس بيقولك احسبها، احسبها، احسبها أنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. احسبها عشان تفرح، احسبها أنه هو اللي بيعمله ده في إيده، احسبها أن اللي بيعمله ده تحت إيديه وفي سلطانه. يمكن فقدت شيء، فقدت شغل، فقدت أشخاص، مش قادر تحسبها الحسبة دي، مش قادر تبصلها البصة دي. عشان كده بقول لك تعال نقرب من حضور الله عشان نعرف نحسبها من عنده. الحسبة دي ما تجيش واحنا قاعدين مع بعض، الحسبة دي تيجي وانت قاعد عنده، تحسبها كده، تشوفها كده، تشوفها ان انت
هتفرح فرح يدوم. قال للرسول بولس وهو قاعد في السجن في رسالة فيليبي: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كانهم بيقولوا ده في إيديكم إنك تفرحوا، في إيدك إنك تفرح. أنت مش محتاج حاجة تحصل لك عشان تفرح، في إيدك إنك تختار إنك تكون فرحان. إيه اللي هتبقى فرحان به؟ الرب، الرب اللي ما بيتغيرش، الرب اللي هو أمين إلى الأبد، الرب هو أمسا واليوم وإلى الأبد. سفر حبقوق صح 3 عدد 17 بيقول الكلمات دي: فمع أنه لا يزهر تين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون، الحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرا في المزاود. اسمع، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. مهما كان تعبك، مهما كانت ظروفك، امسك فيه، افرح بيه الفرح اللي ما يتغيرش. بصلي لك النهاردة ان كلنا هنا في الاستوديو، وانا وكل اللي بيسمعونا واللي بيشاهدونا وكل اللي عندهم طلبات، انه الرب يفرحنا فرحة دوم، فرحة من عنده، ويعلمنا نفرح بيه، ويعلمنا نختار نفرح بيه. تعال رنم الترنيمة اللي جاية معايا واحنا بنقول الكلمات دي: فرحا افرحوا بالرب، تبتهج روحي بإلهي وحبيبي يسوع اللي ما بيتغيرش الدايم الى الابد. قلبي قوتو
السؤال اللي بعته لي ريمون: الرب صالح، يعني ايه الرب صالح؟ وده سؤال انا ما اعرفش اجاوب عليه خالص، لاني مش عارف اوفي ربنا حق الكلام اللي يشرح يعني ايه هو صالح. وما فيش حد في البشر يقدر يقول يعني ايه الرب صالح، لكن اقدر اتكلم عن اختبار في حياتي او اختبار حياتي كلها اللي بقول فيه ان الرب صالح. في 95 انا فقدت جوزي، وكانت صدمة رهيبة، وفي الصدمة دي انا كنت زعلانة من ربنا جدا، وكنت كل يوم بلا استثناء دموع مستمرة انا زعلانة منه، بقوله انت فين؟ ازاي تعمل معايا كده؟ صبر عليا، خدني في حضنه مع اني مش شايفاه، مع اني مش حاسة بيه. بابا يقول لي انا بصلي لك ان ربنا يعلنك عن محبته ليكي. اقول له بص انا عارفة انه موجود وانه بيحبني، بس انا مش لمسة ده ومش حاسة بيه. لغاية ما في يوم انا مقدرش اقول امتى، مقدرش اقول ازاي، مقدرش اقول عملت ايه، بالعكس انا عملتش حاجة خالص، انا بعيط في محضره بس نشف دموع منتهى البساطة. ويوميها أدركت مش أن ربنا بيحبني، لكن أدركت أنه صالح. أنا ما فهمتش، ما عرفتش ده إيه، بس أنا عرفت أنه في حاجة في الرب بتقول أنه حلو، أنه طيب، أنه جميل، أنه صالح. فضل ماشي معايا مشوار شفاء عميق في نفسيتي. بعد 6 سنين بابايا انتقل فجأة بدون أي مرض ولا مقدمات، كانت صدمة كبيرة جدا، بس أدركت إنه اللي كان معايا وقت جوزي هيمشي معايا ومع عيلتي ماما وأخواتي ومع الكنيسة الوقت الجاي. ما كملش كام شهر من بعد انتقال بابا، لقيت عندي نوديول كده في رقبتي، رحت عملت عملية وشلته وكان خبيث، بس في المراحل الأولانية مفيش انتشار، وخدت البروتوكول وما كنتش عارفة. أهلي كانوا مخبين عليا إنه ده كان ورم مش كويس، ولما عرفت أدركت إيه الحلاوة دي. هو أنا ربنا بيعمل كده إزاي؟ هو بيعمل معايا كده ليه؟ هو أنا عملت إيه أصلاً يشفيني وبيعزيني؟ وانا مين؟ ودخلت كمان بعدها لمدة 17 سنة في اوجاع وامراض، متاعب صحية كتيرة قوي، محدش كان حاسس ان انا تعبانة. اللي ما تعرفش قصة حياتي حاسة ان انا اتولدت في بقي معلقة ذهب، وان عندي كل الحاجات الجميلة والعظيمة اللي ما حصلتش في الدنيا، لانه من جوه الدنيا شبع بيه، ابتديت ادوق يعني ايه هو صالح. فمهما توجعت، مهما تألمت، انا بص عليه وشايفاه، انا لمساه، انا عمالة اعيش اختبارات معي وسط الالم، وجع مستمر ومعي وسط الألم، بقيت مش مصدقة نفسي. ولما حبيت أحط حد للألم ده ودخلت أعمل عملية وأشيل مصادر الألم، بعد ما فقت كام يوم يقولوا لي على فكرة اللي شلناه تحليله مش كويس وده كانسر تاني. فبصيت كده الدكتور يقول لي انت اكيد متصلي لك كتير، لان عمرنا ما شفنا النوع ده من الاورام في المرحله دي.
دي مرحلة واحد ستيج ون في بداية التكوين. النوع ده من الأورام الخبيث جدا ما بيبانش في غير لما يعني يكون انتشر جامد. ازاي انقذتي بالطريقة دي؟ وانا فعلي بالي اقول اصله صالح، مش عشان اي حاجة فيا، هو صالح. ولما تقلي الخبر ده كنت احس على فكرة اللي ماشي معايا المشاوير دي كلها في حياتي هيعدي بيا، الكيمو هيعدي بيا كل حاجة. ودخلت رحلة كيمو شعري وقع وتعبت وأكدت جدا، بس لأني داخلة مسنودة بيه حسيت ان انا داخلة في الكيمو ده بوش رجلي. انا ما كنتش خايفة منه خالص، مش عشان انا جدعة يعني ولا اي حاجة فيا، لكن عشان انا عارفة هو مين، لان انا دقت انه صالح، لان انا دقت انه محبة، لان انا دقت النعمة اللي شالتني. هو صالح مش عشان عزاني، هو صالح مش عشان نجاني من حوادث ومن اخطار، صالح مش عشان هو شفاني، صالح لانه صالح، لان دي طبيعته ودي صفاته وده قلبه. دوق هو مين. انا مسنودة بصفاته، مسنودة بأبوته، مسنودة مش وحدي في الدنيا، مسنودة بصلاحه وبالنعمة اللي شالتني السنين دي كلها. معرفش دي لك تعريف عن الصلاح، لكن أعرف أشهد عن صلاح ربنا. هاللويا، الرب صالح. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات7 بلاس.